هلاليب. أقول الشاعر عبد الله كثيري نبغى ألف بيت من أي شعر عشان إحنا ناكل. والله شوف إذا تساديت مع أبو حاتم ها وانتصر الغالب تعال عندي. ليش لحظة إذا واحد منكم خلص على الثاني تعال عندي. لا لا الألفية الألفية ابن مالك. الألفية ابن مالك عطنا. ابن مالك عطناها. إيه شوف أنا قصائدي إذا قلتها لازم توقف وتسمعها وتذعن لها. طيب شوي قلت قصيدة أنت قاعد. انت اسمعها وتذعلها. الله يجزاك خير. خلاص بنوقف بالاكل وانت قل. شوف الكلام اذا ما اعطيته يعني قيمته ما صار لها. لا لا في جمهور كلهم واقفين ترى. حبيلك وانت شيخنا يعني لازم. اجل ابو علي عطنا قصه حياتك من يومك صغير. من يومك في بطن امك. ماتت الله يرحمه. اقول ابو علي فاتك تو. اقول له ابو سليمان ما شاء الله. قال ماتت الله يرحمه يعني. الصمت باجي. زي اللي قالوا لقيه قصه يوسف قال ولد وضاع ولقوه. طيب عطنا بالتفصيل يا شيخ احمد. وين قوتنا الغداء بعد. انا بعلمك هذه حصلت عندنا بالجنوب ويمكن بس ما يحب سواليفك ابو علي واني ناكل. يقول ان واحد جاء عنده جاء بدوي مستعجل ويبغى ياخذ غرضه يمشي. وجاء عنده واحد تهامي وقام يسوي له كذا قال اعطني قصه ابوك يا مسوق. تاع من هناك ما راح من هنا ما مرض ما سوى من زرع ذاك وسوى ذي وسوى ذي ومرض اخذ لنا وغلق. قال هي علمني الله لا يهينك من ذا قصه ابوك. قال يا رجال طاح من على البعير ومات. خلف الله عليكم ما قام. وذاك جيش وصل نزل من هنا طلع من هنا راح من هنا. الحين كثيري انا اعرف ان عنده كثير لكن يبغى يخلص اللي عنده حتى يعد للمستقبل. خلص؟ لا. كم كان عمرك وبداية القصيدة عندك خاصة في الفصحى؟ والله شوف أنا بديت في الفصحى قبل عامية. قريب يعني. يعني في أولى ثانوي تأثرت بالنصوص الأدبية. ما شاء الله. الشعر الجاهلي والآدي. سبحان الله يعني صارت كأنها أشبه زي ما تقول بال. وعطنا ما يا حبيبي. لشدة انتباهك. وبعدها برضو توجهت الشعر العامي. أعطنا ما عد كلام. لا ما عيوني لك يا ابو سليمان. سلمك الله. عد كلامك. اول شيء يقول لك تاثرت بالشعر الجاهلي والموجود النصوص الادبيه وحاولت احاكي. اول قصيده كتبتها في ثاني ثانوي. شباب الصوت عشان يقدر يطلع. اول قصيده كتبتها في الرسول طبعا كانت فيها مكسره وكذا لكني بدايتي كانت فيها جرأة يعني. أول قصيدة ورحت في المدرسة وقلتها ارتجالي يعني. من 20 بيت ما شاء الله. بس إنها يعني الله بالخير. بيت ما أخذ من عنترة وبيت ما أخذ من يعني خذ لك جمع كبداية كبداية حلوة. أي بس هذه أعطتني جرأة لأنه صاروا ناس شاعر الشاعر الشاعر ف أعطتك دفعة يعني إيجابيين ذولي لأنه أساساً أنت ممكن أفضل واحد يجمع كلمات يعني موجودين. إذا جمع ثلاث كلمات قال هذا شاعر. صحيح. فإذا أنت قلت مثلاً أبيات قدامهم أكيد بي فمدى الواحد يتحسن يطلع يقرأ أكثر ما شاء الله عليك. يحاول يعني يقرأ أكبر كم ممكن. بدأت بعدين أقرأ في الشعر بشكل كبير يعني في السير الشعراء والشعراء وقصائدهم ركزت على المتنبي بشكل كبير في بداية التجربة. ثم بدأت يعني أنوع وأقرأ بشكل كبير. أنا طبعا ماني مكثف كتاب يعني إذا كتبت قصيدة أطول لكن يعني إنتاجي قليل يعني الشعري يعني لا أنا تقريبا كنقول 13 سنة في الشعر. الله يوفقك صدق. الله شعرك طيب وين طيب والله. الله يحفظك والله. أنت انتقيت يعني بعض منها أبو محمد. إيه حفظت يعني زي ما تقول أفضلها و أبو محمد أيضا أنت كتبت شيء في الفصحى أبو محمد ولا كلها نبطي ها؟ أنا ما أحاول في كل شيء. تعجبني والله. في الرثاء في القصة في العربية الفصحى في. ممتاز. وش اللي كتبت في الفصحى أبو محمد؟ كتبت فيها وادي. لكني ما أحفظ أنا مشكلتي. لا وش الأشياء اللي كتبت فيها مثلاً؟ كتبت مرة في مداعبة السن كان برسول. كتبت في لا ترحلي. ولكن أنسى سأعرف مطلعها لا ترحلي. طيب موجودة عندك ممكن تجيبها لنا؟ موجود لي دفاتر فيه شيء وخذ وشيء كان عندي الغنم. من ضمن الهواية التصوير فترة من الفترات حصل فيه شيء من الالتزام فأحرقت بعض الصور وبعضها أخذ شنطة كاملة
شنطة اللي هي يمكنها تعرفون الجلد الكبيرة هذه كانت مليانة الصور، يعني يمكن عندي الكاميرات التصوير الفوري والتصوير اللي هو التحميض وال وفي الصور تطلع الآن من صوري، يعني معنى لو تتبعت وجدت الذي ينام على هذا الكنز. لكن أقول هو حصرية. فالحمد لله منها دفاتر لقيت لي واحد أرسل لي دفتر وكذا كان فيه بعض المحاولات وبعض ودائما أنا عند رأسي دفتر أحيانا اسمه الكشكول، جت فكرة أحيانا أسجلها وأحيانا تطوف، أحيانا أجي بيت شعر حلو ومطلع قصيدة وكذا أحب أن ثم أنسى إذا ما سجلته خلاص راح. كان قبل يمكن حول أسبوع كان عندي مطلع جميل جدا ولكن ما أذكر من شيء نبت إلا أذكر أنه شطر بيت كامل ما شاء الله. إذا ما أسجل وأكتب في ورقة أحيانا يوم بكرة الأيام بتجيب لنا شيء يا أبو محمد، يوم الأيام أنا كاتب على الورقة حقة الموية أوية الصحة ما لقيت شيء إلا هي كتبت عليه. إذا ما كتبت ضاعت ولا أسجلها في التليفون. إيه مساكن حفظتها. ما أحفظ أبداً. شيخ أحمد طيب شيخ أحمد ننتقل للشيخ أحمد فضل. كيف الفطور معك اليوم؟ لا الفطور صحيح والله دسم ما من زمان ما أكلت خبزات من زمان أبداً ترى عاد من يد أبو سليمان غير لكن اليوم. اليوم دسم والله يعطيه العافية أبو سليمان رضاك يا رجل زيارتكم هذه فيها ما قصر كفه ووفى عيوني واحد اليوم ولا منه راح وجلس هناك أيضاً أبو سليمان أبو براشد عطني إياها لا لا خليك أبو سليمان إحنا نضف عنه معلي 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 عجيب الله موحد نبي صاد هالحين عطنا علمك في يوم رحت إندونيسيا وكيف سويته براشد يعطينا علومة يوم راح إندونيسيا سنة وثلاثة شهور أعطيك إياه أي والله علم طيب والله أيام حلوة إن شاء الله تعاد إن شاء الله إن شاء الله ونروح معاك إن شاء الله يا هلا والله محفول مكفول يا أبو علي الله يرضى عليك مرحبا عز من يجي والله طول عمرك جعل يديك ما تمس النار ولا عندك ولا بيسمع آمين 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 الله يغنيك يا أبو سليمان يكثر خيرك أسعدتونا والله ويوفق أم سليمان ويخليها لك ويخليك لها الله يرضى عليهم آمين قل أي كلمة أبو عبد العزيز لين أغسل قل أي شيء لين أغسل حلوة ذي أنا كنت بصير شاعر يا جماعة الخير من برنامج السوق وهم يقولون بتصير شاعر أنك شاعر لكن أبو راشد الله يهدي